وللمزيد من القراءة التحليلية ولتسليط الضوء على هذا المفهوم الذي بدأته اليوم قناة طيبة ضمن برامجها السودان من الثورة إلى الدولة، أرحب كثيرا بضيفي داخل الاستوديو الأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ الفاضل، بداية يعني أهلا بك إلى قناة طيبة. كيف تنظرون إلى إمكانية أن ينتقل السودان من الثورة إلى الدولة؟ بطبيعة الحال في تقديري أن هناك تكسير هذه الفجوة ما بين الحالة الثورية والانتقال بكافة أهداف الثورة، أجندة الثورة، تطلعات وأحلام الثوار، وإحالتها إلى واقع، ووضع هذا الواقع في إطار هياكل ونظم تؤسس لبناء في إطار مفهوم الدولة الحديثة. هذه الرحلة رحلة شاقة. التجارب السودانية عموما هبات في أكتوبر 64، في أبريل 85، في تقديري أنه لم تستكمل أشراط إحداث هذا التحول، التجارب السابقة، ولذلك عدنا إلى ما يعرف بالحلقة الجهنمية. تقوم هبة شعبية أو انتفاضة، ويأتي من بعدها فترة حكم انتقالي، ثم تأتي ديمقراطية قصيرة العمر، ثم يأتي انقلاب عسكري مجددا. هذه الحلقة الشريرة لم يستطع السودانيون كسرها، وهذا ناجم عن أن الأشراط الضرورية لاستكمال عملية التحول لم تكتمل. هذا من زاوية تاريخية حسب التجارب التي عاشها الشعب السوداني. الآن التجربة الحالية، ثورة ديسمبر، في الواقع التحدي كبير جدا. الآن التركة مثقلة، طبيعة النظام الذي كان قائما في السابق، الفترة الزمنية المتطاولة التي قضاها الحكم السابق، المفهوم الذي تأسست عليه سلطة الإنقاذ نفسها، الفكرة في التجذر داخل الدولة وبناء ما يعرف اصطلاحا عند البعض بالدولة العميقة، التراتيب متعلقة بتمكين كادر نوعي وأدلجت كثير من المؤسسات، خلق أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية. هذا الواقع يعني يضع الخطى في المرحلة الانتقالية أمام تحديات ضخمة. وأيضا الوضع الاقتصادي، طبعا وضع الاقتصاد السوداني عانى من تشوهات واختلالات هيكلية في صميم التكوين والترتيب والنظام الاقتصادي نفسه، إلى جانب هياكل الخدمة المدنية وما اعتراها من كثير من التغيير. الحديث عن الثورة ليس أشواق وليس أحلام وليس عواطف. على صعيد العاطفة، الشعب السوداني يعني يستجمع قواه، أصبح امتلك الإرادة، إرادة ورغبة في التغيير، وقد تحقق له حتى الآن يعني إزاحة رأس النظام، وبالتالي أمامه تحديات أخرى كبيرة في تقديري، وأنها تحتاج إلى تضافر جهود متعددة. والآن الحسابات تختلف، يعني عندما نتحدث عن علاقة الثورة بالأحلام أكثر من الواقعية، السياسة يعني بتقتضي أدوات أخرى مختلفة، منهجية أخرى مختلفة. هل ما يدور الآن أستاذ الجميل يعني يؤشر على أن يعني أحلام الثوار في طريقها للتحقيق؟ أنا في تقديري أن حتى الآن، طالما أن هناك نوع من الحراسة لهذه الثورة، الناس في تجاربنا السابقة يمكن عادوا إلى منازلهم بأسرع مما هو الحال الآن. وفي أكتوبر كان عمر هذه الهبة والانتفاضة في أكتوبر 64 كان قصيرا جدا، وفي أبريل أيضا عمر الحراك من 23 من مارس 1985 إلى الإطاحة بجعفر النميري في 6 أبريل، 10 أيام. الآن هذه الثورة قطعت شوط طويل، يعني في تقديري يؤرخ لها من 13 من ديسمبر من الدمازين، وأحيانا من 19 من ديسمبر من عطبرة. وتقريبا نحن نقضي الآن نصف عام كامل يعني في حالة حراك مستمر وتفاعلات ثورية. الأمر يختلف، وفي تقديري يعني هذا الجيل الذي فضل أن يسمي نفسه الجيل الراكب رأس، يبدو أنه فعلا يطبق هذه المقولة على الأرض. ونرى أن جذوة هذه الثورة لا زالت متقدة في النفوس، وفي تقديري أن
كثير من المظاهر تدل على أن حتى البارحة نحن نشهد أيضا في الأحياء السكنية بعض المظاهرات الليلية تعبر عن تحت عنوان المفتودين. وهذا يدل على الثورة مستمرة والكل يعني يتابع ما قام به. طيب أستاذ الجميل، يعني أبرز التحديات التي تواجه أهداف الحراك الثوري فيما تتمثل؟ التحديات داخلية وهناك تحديات خارجية. يعني في السياسة طبعا لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن المحيط الذي حولك، ولا تستطيع أن تقلق دولة وتتعامل باعتبار أنك لا شأن لك بالآخر. الآخر له أدوات، له سياسات، له عوامل ضغط يمارسها. داخليا أنا في اعتقادي أن كما تحدثت في البداية أن التركة مثقلة. النظام القديم ترك أوضاع يعني صعب جدا إنك تفككها بسهولة، صعب جدا إنك تخلق التحول المنشود أيضا بيسر. لكن أنا أراهن على أن درجة الوعي العالية التي أبرز الشعب السوداني وهذا الجيل السوداني على وجه الخصوص الجيل الشاب، وكثير من المفاهيم، يعني هذه ثورة أيضا ثورة مفاهيمية في تقديري، وأنها استطاعت أن تضع بصمة خاصة على مستوى الهبات والثورات التي حدثت في المنطقة من حولنا، وقد قدمت نموذج إلى حد كبير كان باهرا حتى بالنسبة للمراقبين حولنا في الإقليم وحتى على مستوى العالم الأول كما يصنف. هناك شهادات كبيرة حول الثورة السودانية، سلمية الثورة السودانية لم تفلت من يدها هذه السلمية كسلاح ناجع في إحداث التحولات، وظلت تمارس نمط يعني يعتبر حضاريا نمط متقدم جدا، ألا تمارس التخريب، ألا تمارس العنف، ألا تمارس السمات التي برزت في الثورة السودانية والتي تحدثت عنها شخصيات دولية كبيرة، ويعني أثنت على هذا الوجه من الممارسة، أن يواجه شباب صغار في السن بصدور عارية آلة الدولة والقوة وكافة الأسلحة المدججة بها هذه القوات. طيب. وتصمد في التمسك وإيمان عميق بسلمية الثورة وعدم الخروج بها والانزلاق بها إلى مناطق، وأن تظل أيضا هي على عكس الشعوب الأخرى الذين ذهبوا في اتجاهات كثيرة أورثت بلادهم أزمات، الآن حتى الآن يتخبطون في براثنها ولا يستطيعون أن يخرجوا منها باستخدام أدوات العنف أو طيب تبادل العنف. يعني هذا دعنا نسميه ربما اختلاف وجهات النظر أو يعني سميه ما شئت، الخلاف السياسي والتقاطعات السياسية بين القوى السياسية الموجودة في الشارع السوداني، هل تعتبرونه مهددا خطيرا لتحقيق أهداف الحراك الثوري؟ أنا في تقديري يعني أولا يبدو من الملامح البارزة جدا أن هذا الجيل السوداني الشاب أنا لا أستطيع أن أضعه في خانة القوالب السياسية والحزبية الجاهزة. لكن يعني الآن من يفاوض هو هي القوالب الحزبية الجاهزة. نعم لكن هو يمارس ضغط قاعدي. هذا الضغط القاعدي له تأثيرات كبيرة حتى على مواقف هذه القوى السياسية والأحزاب، ونحن نلاحظ باستمرار كيف أن بعض المفاوضين يتراجعون عن كثير من الأشياء التي يذهبون على الطاولة في الطريق بضغط من الشارع. أنا في تقديري أن الشارع هو سيد الموقف إلى الآن وله تأثير قوي، ويعني هذه نظرة لافتة، لابد أن نرى أن الشارع يمتلك أدوات لممارسة الضغط ولإعادة الكثير من القوى التي تحاول أن تسهب بروح انتهازية بغير ذلك إلى تحقيق مكتسبات حزبية أو سياسية إلى جادة الطريق وإلى خدمة الأهداف الحقيقية التي خرج من أجلها الشارع. أنا في تقدير أن الشارع قادر حتى الآن على ترويض كافة القوى الكيانات السياسية والعسكرية وغير ذلك، حتى بما في ذلك قوى الكفاح المسلح. يعني الشارع قادر على إعادتها إلى جادة الطريق الذي يبتقيه، وأن يستعيد الأمور ويضعها في نصابها الحقيقي وأن تسهب في الوجهة التي يريد. هذه الثورة أنا أنظر يعني إلى أنها تميزت بعدم إفلات الرقابات والأهداف والأجندة من يدها،
ظل الشارع يمسك بهذا. نحن الآن نشهد حراكا في الأحياء السكنية في المدن خارج الخرطوم في كثير من القرى والفرقان حتى البعيدة، وأصبح هناك شكل تنظيمي وأصبحت هناك لجان قاعدية، هناك متابعة دقيقة للتفاوض الذي يدور في أي مرحلة كان. وأنتم الآن تقدمون تقاريرا من الولايات، نستمع إلى نبض الشارع في الولايات ومتابعته لحظة بلحظة لكافة ما يجري في أديس أو في الخرطوم أو في أي مكان. هذا الاهتمام لم يعد نخبوي ولم يعد الشأن السياسي شأن قاصر على هؤلاء الساسة. وهكذا. طيب هل تعتقدون أن يعني أننا الآن في السودان في الطريق الصحيح والسليم لتحقيق توافق وطني كامل بين كل المكونات السياسية والقوى السياسية بمختلف أيديولوجياتها وبمختلف اتجاهاتها، أننا محتاجون إلى وصفة سحرية لتحدث عن توافق بين كل هذه القوى السياسية في الشارع الآن؟ في الحقيقة أنا أعتقد أن العقلية هو القطع مع عقلية السوداني، والآن مطالبون بتجديد العقل السياسي السوداني تماما، يعني القطع مع العقلية القديمة. نحن العقلية القديمة التي تحدثت عن أنها هي أفسدت كافة التجارب السابقة ومحاولات الثورات السابقة ولم تجعل للثورات أن تحقق أن تستكمل أهداف الكاملة. هذه المرة في تقديري أن وجود هؤلاء الشباب وروح الثورة مشحونون بها ويتفاعلون معها ويفرضون الرقابة اللصيقة على المتفاوضون في الخارج أو في الداخل، ويعبرون مباشرة برد فعل مباشر مع أو ضد أي شيء تذهب إليه المفاوضات والاتجاهات. أنا في تقديري هذا يشكل حراسة قوية لهذه الثورة، ويمكن هذه الضغوط أن تقود القوى السياسية لقبول وللتواضع على صيغة تخرج البلاد إلى بر الأمن. طيب الأولويات برأيكم التي يجب أن تضمن في أي اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حتى لا نشهد اختلافات وتفرق وخروج عن الإجماع كما حدث في قوى الحرية والتغيير، لأنها وقعت يعني بعض مكوناتها والبعض لم يوقع. وحتى الآن واضح أن صيغة إعلان الحرية والتغيير، هذه الوثيقة هي التي يعني شكلت يعني وثيقة أو حل اتفقت عليه كافة القوى في مراحل هذا الحراك منذ بدايته، يعني تم التوقيع عليه في يناير من هذا العام، وأصبحت هي الصيغة التي لا يمكن الحاكمة التي ينبغي أن لا يتم الخروج عنها. هي صحيح وضعت تصور لهياكل إدارة الحكم الانتقالي ووضعت أجندة لكيفية الأشياء المطلوب إنجازها خلال الفترة الانتقالية. في ذلك الوقت لم يكن المجلس العسكري موجودا في المشهد عندما تم إعداد هذه الوثيقة. المجلس العسكري أصبح طارئ على المشهد بوجوده بعد 11 أبريل. هذا أيضا جعل كأمر واقع التعامل معه لا بد أن يكون، وجرت جولات تفاوض ولاحظنا حالة الشد والجذب بين مكونات قوى الحرية والتغيير وداخل قوى الحرية والتغيير نفسها، باعتبار أن قوى الحرية والتغيير أيضا هناك طيف من الحمائم التي تقبل المرونة والتنازلات وهكذا، وهناك طيف متشدد آخر داخل قوى الحرية والتغيير أيضا يصر على موقفه. هناك يعني، لكن أنا في تقديري أن السياسة هي أصلا تعنى بالراهن والمباشر والممكن، وهي كما يقال في التعريف فن الممكن، وبالتالي لا يمكن أن تخطب المستحيلات في السياسة، ولا بد أن تنجز اتفاقات في إطار الممكنات. والآن أصبحت معادلات الواقع واضحة، هناك مجلس عسكري قائم ويمثل سلطة أمر واقع، هناك قوى هي يعني أدت إلى يعني كان لها القدح المعلى في صناعة هذا الحراك وهذا غير منكور، هي قوى الحرية والتغيير. هناك جبهات أو حركات الكفاح المسلح، هي واقع أيضا موجود قبل الإطاحة بنظام البشير، وبالتالي لها سهم في إحداث ما يمهد الطريق للتغيير، ويجب أن لا يدعي أي طرف أنه هو صاحب الكلمة الفصل والكلمة النهائية. يجب أن تتواضع هذه الأطراف مجتمعة وبتقدير لكل مساهمات طرف في إنجاز هذا الإنجاز الذي هو إنجاز للسودانيين عموما، يعني بغض النظر عنهم جيش أو مدنيين أو حركات. أشكرك جزيلا أستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على كل هذه القراءة للمشهد السياسي في السودان. شكرا لك. شكرا لك طلال، الله يبارك. إذن مشاهدي الأعزاء انتهت حلقة اليوم من المشهد الآن. في الختام نذكر بالعناوين:
ردود أفعال وتباينات في وجهات النظر بين مواطنين في الخرطوم تجاه مفاوضات أديس بين القيادات المعارضة السودانية. انطلاق مبادرة حلب نيخو في الفولة بولاية غرب كردفان وسط تفاعل كبير من مواطني الولاية. تجمع المهنيين السودانيين وعبد العزيز الحلو يتفقان على أهمية تضمين قضية الحرب والسلام ضمن مهام الفترة الانتقالية. شكرا لمتابعتكم، ختاما تحيانا لكم، السلام عليكم.